يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020. إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع أميرنا الهندي. مساء الخير في عناوين المسائية. مشتاقين له، كنت ناطرته يرجع. قوى 14 من آذار تحيي غدا الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رجل الاعتدال الوزير الشهيد محمد شطح، وهو أبدى أيضا سروره وتقديره الكبير ل من نهج الحوار الموجود. حزب الله في بكركي مهنئا بالأعياد، ووفد من أهالي العسكريين المختطفين في معراب. إجا الوقت تنفك أسر الأسرة وأسرنا وأسر لبنان كله سوا. نظام الأسد يغير بكثافة على الغوطة الشرقية وحلب، والمقاتلون الأكراد يواصلون تقدمهم في كوبان. تبادل التهاني بعيد الميلاد لم يبعد هموم اللبنانيين وهواجسهم من دائرة النقاشات. الاستحقاق الرئاسي بقي حاضرا، وكذلك الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله وقضية العسكريين المختطفين. ومن بكركي التي زارها في الساعات القليلة الماضية نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري وشخصيات وزارية ونيابية، أطلق رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد مؤشرات إيجابية تحت عنوان ضوء في نهاية النفق المظلم لحل سياسي في سوريا أو غيرها. كما نقل عن البطريرك الراعي سروره وتقديره الكبير للنهج الحواري بين تيار المستقبل وحزب الله، مشجعا هذا الحوار. في قضية العسكريين المختطفين، زار وفد من الأهالي معراب، حيث التقوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي دعا الحكومة إلى إيجاد حل لقضية العسكريين مهما كان الثمن. وغدا تحل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير محمد شطح، حيث يحييها تيار المستقبل وقوى 14 من آذار والمجلس البلدي لبلدية بيروت وفي قلب بيروت، احتفال يتخلله إطلاق اسم الشهيد شطح على ساحة موقع الانفجار، حيث سقط شهيدا دفاعا عن لبنان الاعتدال، لبنان السيادة والاستقلال. إذن عام مر على جريمة اغتيال الشهيد محمد شطح في قلب العاصمة بيروت، فماذا تقول زوجته نينا ميقاتي ورفاق النضال في قوى 14 من آذار؟ تقرير مهاحطيت. مشوار جينا عالدنيا مشوار، هالايام ما بتمرق على بالي الا مشوار، جينا عالدنيا مشوار، كان يحبها كثير. ومشوار جينا، كأن الزمن توقف قبل سنة في ذلك اليوم الذي قرر المجرمون اغتيال الوزير محمد شطح. من يومها والدمعة لا تفارق عيني نينا زوجة شطح ورفيقة دربه، تواسي نفسها بالصور والذكريات. لهلا بنتظره يجي من بالليل، ترك لي فراغ كبير، ترك للعائلة فراغ كبير، للولاد مشتاقين له، كنت ناطرته يرجع حتى ننزل نتغدى مع بعض مثل هالطقس اليوم، بحب هالطقس كتير هو، مثل هالايام ايام اعياد الناس كلها مبسوطة مع عيلة، كانت ليلتها بدنا نجمع الأولاد ونتعشى مع بعض. أخذوا لحظة. نينا وعائلة شطح الصغيرة ليسوا وحدهم من يشعر بمرارة الخسارة، فتيار المستقبل وقوى 14 من آذار وكل لبنان خسر سياسيا معتدلا منفتحا كان همه الأول والأخير الحوار. يعني فورا ببحث بمسألة الحوار، يجي أول شخص بتذكره هو محمد شطح، لأنه قادر على الانفتاح على الكل وبدون ما يتخلى عن مواقفه، بالعكس وهدوءه يعني مثل مفتاح دخول على عقول الناس. كان يعني افتقدنا شخص استثنائي بعقله الهادي، استثنائي بابتسامته، استثنائي يعني كان صديق وصديق
يعني فعلا في صعوبة. واحد هلأ بعد سنة من اغتياله كأنه يعني تركنا مبارح يعني. وحاجتنا اليوم لقلو أكثر من حاجتنا من سنة. اليوم نحن البلد عبئت من لحظة كتير خطرة كنا بنتمنى لو بعد هون. وفي عز التطرف الذي نعيشه يحيي اللبنانيون يوم السبت الذكرى السنوية الأولى لاغتيال شهيد الاعتدال محمد شطح في هذه الساحة التي اغتيل بقربها والتي ستحمل اسمه لتبقى شاهدة على أن الإرهاب لا دين ولا لون له. الأمانة العامة لقوى 14 من آذار استذكرت الشهيد الوزير محمد شطح رجل الاعتدال والاستقامة والحوار. وذكر بيان الأمانة العامة أن الوزير شطح انضم إلى قافلة شهداء 14 من آذار بتاريخ 27 من الشهر 12 عام 2013 لأنه عمل بهدوء مدافعا عن فكرة القضية اللبنانية المرتكزة إلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة. ودعت الأمانة العامة جميع المخلصين إلى الوقوف دقيقة صمت غدا السبت إكراما لروحه الطاهرة ومن أجل لبنان السيد الحر المستقل. وفود سياسية واجتماعية وروحية زارت بكركي وهنأت البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي بالعيد. ومن بين المهنئين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري الذي وضعه في أجواء جلسة الحوار بين المستقبل وحزب الله. كما زار بكركي مهنئا وفد من حزب الله برئاسة السيد إبراهيم أمين السيد والذي زار أيضا المطرنين بولس مطر والياس عودة. وضع حزب الله البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في أجواء جلسة حوار بينه وبين تيار المستقبل وذلك خلال زيارة المعايدة التي قام بها وفد من الحزب برئاسة السيد إبراهيم أمين السيد والذي أكد أن العلاقة مع بكركي أكبر من أن تنقطع. الوفد عرض مع البطريرك أيضا موضوع رئاسة الجمهورية والأوضاع في لبنان والمنطقة وتطوراتها. السيد جدد دعم الحزب لترشح النائب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إقليمية ودولية يمكن أن تشكل فرصة لإيجاد حل سياسي في سوريا أو غير سوريا. رؤية ومبادرة ومسعى وجدية وإخلاص غبطة البطرك في الوصول إلى نهاية يعني مهمة وسعيدة جدا في موضوع انتخاب رئاسة الجمهورية. ونحن أبدينا موقفنا ورؤيتنا على هذا الصعيد. نحن موقفنا أننا مع الرئيس مع الجنرال ميشيل عون وهو أبدى أيضا سروره وتقديره الكبير لمن نهج الحوار الموجود وشجع يعني على هذا الحوار. وأنا بدوري وضعت غبطته في الأجواء التي حصلت في جلسات الحوار. والانطباع العام لهذه الجلسة هو انطباع إيجابي من كلا الطرفين وإن شاء الله يتمكن المتحاورون من أن يجدوا ويصلوا إلى سبل مفيدة لحل كثير من الملفات والقضايا خصوصا فيما يتعلق بمواجهة التهديدات التي تواجه لبنان. وفد حزب الله استكمل جولة المعايدة وزار متروبوليت بيروت للموارن المطران بولس مطر حيث هنأه بالأعياد وكانت مناسبة للبحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. كما وضع الوفد المطران مطر في إطار الأجواء الإيجابية لجلسات الحوار التي بدأت بين حزب الله وتيار المستقبل. وزار الوفد أيضا متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي مهنئا وناقش معه المواضيع نفسها. ولمناسبة الأعياد أيضا جال وزير العدل أشرف ريفي على المرجعيات الروحية المسيحية في طرابلس مهنئا إياها بحلول الميلاد ورأس السنة. جال وزير العدل اللواء أشرف ريفي على المرجعيات الروحية المسيحية في طرابلس مهنئا إياها بحلول عيد الميلاد المجيد. رافقه العميد فواز متري ورشاد ريفي. بداية الجولة كانت من مطرانيات الروم الكاثوليك حيث استقبلهم متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك إدوار ظاهر بحضور حشد كبير من أبناء الرعية. حقيقة معالي الوزير ليمثل أنا بسميه ضمير طرابلس وقلت عنه بالسابق هو قيمة إنسانية وطرابلسية وبرجع بأكد عليها هالقيمة
لما يعمل عليه في طرابلس ولبنان. ثم انتقل الوزير ريفي إلى دار مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث كان في استقباله متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس. نحن نفتخر هلأ بوجود معالي الوزير الريفي معنا، هيدا شهادة على أن كلنا سوا معا في حياة مشتركة لبناء وطن مشترك للجميع. المحطة الأخيرة كانت في دار مطرانية الموارنة، حيث استقبله راعي الأبراشية المطران جورج بوجودي الذي أثنى على الزيارة، مؤكدا أن الوزير ريفي يعمل ليلا نهارا من أجل عودة التلاحم بين أهل المدينة من كل الطوائف. بدوره أكد ريفي أن طرابلس عادت إلى سابق عهدها. القيام بواجب التهنئة بهذا العيد المجيد لن أرجي الصورة الحقيقية للمدينة اللي هي صورة الجامعة الإسلامية المسيحية. هيك كانت طرابلس ربين عليها، وهيك عم نرد الصورة تماما لننهي حملة من الافتراءات طالت المدينة وشوهت، حاولت تشوه صورتها. اليوم الحمد لله فينا نقول تقريبا نقضنا هالصورة هذه ووضعنا حد لها، والأمور رجعت تقريبا إلى سابق عهده وحقيقتها. كما شدد ريفي على دعمه للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، مشيرا إلى أن أي خطوة تساهم في تخفيف الاحتقان هي خطوة جيدة. ومن معرب، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير الجعجع الحكومة إلى إيجاد حل لقضية العسكريين المختطفين بعد 5 أشهر على اختطافهم. وفد أهالي العسكريين المخطوفين حط في معراب في إطار الجولة التي يقوم بها على المرجعيات السياسية. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أمام الوفد أن الوقت حان بعد 5 أشهر على اختطاف العسكريين لإنهاء هذه القضية من قبل الحكومة. للحكومة شو ما كان يكون، يعني رح يصيرنا هلأ هذا الشهر الخامس لها الأزمة، شو ما كان التمن، شو ما كان المقاربة، شو ما كان الوضع، شو ما كانت المقايضة، الحكومة مفترض تلاقي حل اليوم قبل بكرة لها القضية. لأنه مش بس الأسرة هن أسرة، ومش بس أهالي الأسرة هن أهالي الأسرة، نحن كلنا سوا صرنا أسرة من وراء كونهم أسرة. إجا الوقت تنفك أسر الأسرة وأسرنا وأسر لبنان كله سوا. الأهالي من جهتهم شكروا للدكتور جعجع شفافيته في مقاربة القضية. نحن طلبنا وكان مطلبنا الأول والأخير من الحكيم أن يعمل بحكمته ونشاطه وشفافيته وقوته على هذا الملف ومن أجل حل هذا الملف مع الحكومة اللبنانية. نشكر الحكيم على استضافته وعلى كلامه الصريح الذي صدقا أراح الجميع. هذا وأكدت مصادر وفد الأهالي للمستقبل أن جعجع الذي استبقاهم إلى مائدة الغداء وعد بالمساعدة وبمتابعة الملف مع المعنيين لا سيما الحكومة اللبنانية. وفي موضوع آخر، أكد جعجع أن معمل الإسمنت المزمع إنشاؤه في مدينة زحلي لن ينفذ، مشيرا في مؤتمر صحفي من معراب بحضور وفد من فاعليات زحلي إلى أن إنشاء المعمل يضر بالبيئة وبالاقتصاد. بدي أقوله أنه شو ما كان يكون هالمشروع ما راح يكفي، شو ما كان يكون ليش ما راح يكفي، انطلاقا من الاعتبارات يلي قلتها، وبالأخص انطلاقا من أنه أكترية ساحة مسكن زحلي وقرى الجوار ما بدوا المشروع. بمجرد ما يكون أكترية ساحقة من أهالي زحلة وقرى الجوار ما بدوا المشروع، يعني المشروع ما رح يصير. اللي رح يصير هو التالي: أول شيء في فريق قانوني تشكل بالأخص يدافع عن حقوق أصحاب الأراضي المجاورة للمشروع، لأنه أصحاب الأراضي المجاورة للمشروع يعني رح تلحق فيهم كارثة كتير كبيرة. ما حدا يفكر أنه ما بيطلع شيء من العملية القانونية، غلط. عملية قانونية انطلاقا من الثغرات الموجودة بالمشروع بيطلع منها كتير. رح تتشكل هيئة، نوع من هيئة أهلية زحلية بزحلة هاليومين ثلاثة تهي تبلش تحضر لتحركات شعبية. ما رح نعدم وسيلة لإيقاف هالمشروع. جال وزير السياحة ميشيل فرعون على المراكز التجارية الكبرى في بيروت والمتن وكسروان وجبيل، واطلع على حركة الإقبال في مطار رفيق الحريري الدولي. أشار وزير السياحة ميشيل فرعون إلى أن الأجواء التي ترافق الأعياد في لبنان هذا العام أفضل من الأعوام الماضية،
فرع وخلال جولته على المراكز التجارية الكبرى في بيروت والمتن وكسروان وجبيل اطلع على إقبال المواطنين عليها وحركة السياح فيها، وأثنى على الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الذي سيلعب دورا هاما إلى جانب إجراءات القوى الأمنية والجيش في تثبيت الاستقرار. وفي عنا هواجس، إذا نحن اهتمينا بحالنا ومن خلال الحوار اللي حصل، من خلال تحسين التوافق الداخلي، نعطي صورة إيجابية، وبعتقد انه الحركه بتضل مستمره اكيد مع الاستقرار الامني هو اللي ناتج من العمل الكبير اللي عم تقوم فيه الحكومه على الصعيد الامني بكل لبنان. اكيد بالنا على الحدود للجيش اللبناني، والجيش هو عم بيدافع مش بس عن الحدود، عم بيدافع عن حضاره لبنان، عم بيدافع ايضا عن اقتصاد والسياحه ليخلي هالبلد والناس تستثمر، وعم نشوف استثمارات هي ناجحه بلبنان، عم نشوف حركه سياحيه ما راح اقول استثنائيه انما مقبوله جدا، لانه دائما فينا نمشي من الجيد الى الافضل. فرعون تفقد ايضا مطار رفيق الحريري الدولي مشيدا بحركه المسافرين النشطه ولا سيما القادمين منهم الى لبنان، مؤكدا على دور الدوله في تطوير الاجهزه وتحسين الخدمات وخفض اسعار تذاكر السفر. فاتورة الكهرباء تتراجع بنسبة 500 مليون دولار أمريكي منذ حزيران الفائت. الأمر انعكس إيجابا على المالية العامة وميزان المدفوعات. التقرير لباسل الخطيب. أول الآثار الإيجابية لهبوط أسعار النفط العالمية على لبنان يتمثل بخفض فاتورة الكهرباء. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين 18 و 21 ساعة يوميا خلال عطلة الأعياد و 24 ساعة في عيدي الميلاد ورأس السنة. في عام مثلا 2014 كان مقدر الخسارة تبعه يكون تقريبا مليارين دولار، حاليا بخفض فاتورة الكهرباء خلال هالفترة من حزيران لحديد هلا خلال ست اشهر بتخفض فاتورة الكهرباء تقريبا بين 400 و 500 مليون دولار، كيس المباشر والسريع هو على المالية العامة، وانعكاس ايضا المباشر هي على ميزان المدفوعات، خطوة ايجابية بهالموضوع. وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني فإن تخفيف خسارة الكهرباء يؤدي إلى تمكن الحكومة من القيام بالخطة الإصلاحية للكهرباء. أول خطوة تبعولها هي قصة تأهيل المعامل الموجودة إن بالسوق بالزوق أو بالبجية، يعني تأهيل المعامل بتزيد التغذية الكهربائية تقريبا 300 ميجاوات إضافة إلى المعامل اللي موجود مثلا بسور أو بعلبك ومن ذلك، وبعدها بتصير الخطة الثانية إنه خفض الفاتورة الكهرباء، إنه المعامل اللي المفروض بنيها إنه الاستعجال فيها بصير لأنه الحكومة والمالية العامة عندها إمكانيات إنه تمولها. في حين أن زيادة التغذية بالتيار يشجع السياح والمغتربين على المجيء إلى لبنان خلال الأعياد، ويدعم ذلك الأجواء السياسية المريحة. يعني الخطوة هي اللي عم بيصير التواصل اللي عم بيصير اليوم بين التيار المستقبل وحزب الله كمان عم بيخلق المناخات إيجابية، والكهرباء كمان إذا ما كان في تأنين عليها بيزيد المناخات إيجابية أكثر إيجابية. يذكر أن تراجع أسعار النفط العالمية في الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري قاربت نسبته 40%. نشر موقع يوتيوب قائمة جديدة لأكثر المقاطع المصورة رواجا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا للعام 2014، فمن حصد أكبر عدد من المشاهدات؟ تقرير سلمان العنداري. تصدر هذا الفيديو الذي يصور اهرامات الجيزة في مصر عبر خدمة خرائط جوجل قائمة المقاطع الأكثر رواجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2014 بعدد مشاهدات تجاوز 12 مليون مشاهدة. سرت كل الناس على وفي المرتبة الثانية تمكنت ريم مهرات في برنامج ذا فويس من حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة. يا ابن الحلال ابن أخوك مخطوف ونبغى فدية. مقطع الرسوم المتحركة تحت اسم مسامير حل ثالثا بسبعة ملايين. ما تخلي اللمة تحلى عيلة وصحاب ودينا خليها أحلى لمة. أما الفيديو الإعلاني يلا نكمل فحصد المركز الرابع متجاوزا 6 ملايين مشاهدة. هلا قلبي شو الأخبار طيبين؟ والله معليش ما أقدر أكلمك لأن جوالي مقطوع. وفي المركز الخامس حل مقطع فيديو من قناة خنبلة السعودية تحت عنوان فخامة ولكن. وفي المركز السادس نال مقطع الفيديو بعنوان بوزبال حوالي 5 ملايين مشاهدة. المركز السابع كان من نصيب فيديو اكتشاف واحة ليوا بدولة الإمارات عبر خرائط جوجل.
الإنسانية على موعد مع السعادة. أنا حاسس إن الخير حينزل علينا من السماء. وللعام الثاني على التوالي حل مقطع للإعلامي المصري باسم يوسف في قائمة المقاطع العربية الأكثر مشاهدة، حيث تربعت الحلقة الثالثة من الموسم الثالث لبرنامج البرنامج في المرتبة الثامنة بعدد مشاهدات تجاوز 3 ملايين. حقيقة أني أنا هنا مو عشان أعطي الجدول، لا. فيما جاء مقطع تحت عنوان برودكاست شو بالمرتبة التاسعة ب3 ملايين مشاهدة. أنا اليوم قافلة معي ألف صراحة، إلى متى وذا الزلمات يغنون أغاني خليجية ويجيبون في أمها العيد؟ اتفضل. بس أنت أصبر شوية. وفي المرتبة العاشرة حصدت إحدى حلقات برنامج تمساح حوالي 3 ملايين مشاهدة. المسائية مستمرة وفيها بعض الفاصل. جديد إيران، طائرة انتحارية من دون طيار. ونتنياهو يتوعد برد غير مسبوق على أي هجوم من لبنان أو سوريا أو غزة. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. هو 14 من آذار تحيي غدا ذكرى اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح. وفد من حزب الله يجول على الراعي وعودي ومطر للتهنئة بالأعياد. ووفد من أهالي العسكريين المختطفين يلتقي جعجع في معرق. شن طيران النظام السوري عشرات الغارات الجوية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كما انهمرت البراميل المتفجرة على مدينة الباب في حلب، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. هذا وسيطر المقاتلون الأكراد على مواقع جديدة في مدينة عين العرب كوباني بالتزامن مع غارات شنها التحالف الدولي على مواقع داعش. تصعيد غير مسبوق لقوات الأسد في ريف دمشق، حيث شنت طائرات النظام 42 غارة جوية على مدن وبلدات المحافظة، أكثر من نصفها استهدفت بلدة دير العصافير، بينما استهدف حي جوبر شرق دمشق ب8 غارات، كما شن عدد من الغارات على كل من دوما وحرستا. كذلك حلب في الشمال، حيث استهدف القصف الجوي لقوات النظام مدينة الباب وقرية قباسين، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وفي ريف إدلب تعرضت الأطراف الشمالية لمدينة خان شيحون للقصف ببرميلين متفجرين، وأسقطت الطائرات براميل متفجرة على بلدتي الهبيط ومعر تحرمة. إلى ذلك تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي من السيطرة على عدة نقاط في مدينة عين العرب كوباني، وسط تبادل لإطلاق النار بين وحدات الحماية وقوات البشمرجة الكردية والكتائب المقاتلة من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، فيما شن التحالف الدولي يوم الجمعة 31 غارة على أهداف للتنظيم في العراق وسوريا. بعد التحالف الدولي نفى الجيش الأردني أن تكون طائرته أسقطت بنيران داعش في مدينة الرقة السورية، فيما تواصل خلية الأزمة الأردنية عملها بسرية تامة في محاولة لضمان تحرير الطيار معاذ الكساسبة من قبضة داعش. لا يزال مصير الطيار الأردني معاذ الكساسبة أحد أبرز الملفات على الساحة الإقليمية. وفي جديد هذه القضية، حذى الأردن حذو التحالف الدولي ونفى أن يكون تنظيم داعش أسقط طائرته العسكرية في الرقة، ولكن السلطات الأردنية لم تتمكن من تحديد سبب تحطم الطائرة نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى حطامها وعدم وجود قائدها. في عمان، ومنذ اليوم الأول لسقوط الكساسبة بيد داعش، تشكلت غرفة عمليات مهمتها العمل على تحرير الطيار الأردني، حيث بدأت مفاوضات سرية غير مباشرة عبر أكثر من قناة لضمان الإفراج عنه سالما. لكن من جانب آخر، أطلقت صحف غربية تكهنات تفيد بأن قوات أردنية وأمريكية ستسعى لإنقاذه من قبضة داعش بالقوة، وهو ما يضع حياة الطيار على المحك. هذا وترددت معلومات تفيد بأن تنظيم داعش سيحاول مقايضة الكساسبة بأسرى تحتجزهم السلطات الأردنية، وبينهم ساجدة الريشاوي التي أرسلها أبو مصعب الزرقاوي لتنفيذ تفجيرات في الأردن العام 2005، إضافة إلى زياد الكربولي أحد أفراد تنظيم داعش.
ولا يستبعد مراقبون أن ينخرط الأردن في مفاوضات مباشرة مع التنظيم في فترة ما من عمر المفاوضات غير المباشرة، حيث أن الاستخبارات الأردنية تمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الشخصيات المؤثرة داخل التنظيم، وقد نجحت بالفعل في أوقات سابقة باختراق مواقعهم وصفحاتهم على الإنترنت. تمكن الجيش العراقي بمساعدة العشائر من إغراق 4 زوارق محملة بالأسلحة والمتفجرات وعلى متنها ما لا يقل عن 14 عنصرا من داعش، محبطة هجوما محتملا للتنظيم المتطرف من جهة نهر الفرات وشرق الرمادي. وكان الجيش منع داعش من السيطرة على سد حديثة غرب الأنبار، وبدأ عملية لتحرير آخر معاقل التنظيم في صلاح الدين. أعلن مصدر عسكري عراقي عن مقتل حاكم داعش في الموصل سعد الجبوري المعروف بأبو طالوت بغارة لقوات التحالف في قرية زوية في منطقة القيارة جنوب الموصل، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، بعدما أدت الغارات الأمريكية إلى مقتل سلفه رضوان طالب الحمدوني إضافة إلى 3 من معاونيه في 19 من تشرين 2 الماضي. يأتي ذلك فيما أحبط الجيش العراقي هجوما لتنظيم داعش على سد حديثة غرب محافظة أنبار، وألحق خسائر كبيرة بصفوف داعش، وتم تدمير عدد من المعدات التابعة لهم، كما أرسلت القوات العراقية تعزيزات كبيرة إلى السد. في المقابل أعلنت مصادر أمنية عراقية بدء هجوم على آخر معاقل لداعش في محافظة صلاح الدين، مستهدفا نحو 20 قرية لا تزال تحت سيطرة التنظيم، في حين سقط عشرات القتلى في صفوف داعش في مواجهات مع الجيش العراقي في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار. هذا وأفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن العشرات من تنظيم داعش قتلوا خلال غارات مكثفة على مواقعهم شنتها مقاتلات التحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تواصل قوات البشمركة الكردية عملياتها الأكبر في شمال العراق التي أدت إلى فك حصار داعش عن جبل سنجار بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في وقت أفيد عن مقتل 8 أكراد و20 عنصرا من داعش في معارك سنجار. إلى ذلك نشر الأردن مئات الجنود والآليات على طول الشريط الحدودي مع العراق، وأقام سواتر ترابية ومواقع للرصد تحسبا لأي هجوم محتمل أو تحركات لعناصر داعش. دعا البابا فرانسيس إلى التزام الاعتراف بالحرية الدينية في العالم أجمع وضمانها وبشكل ملموس كحق غير قابل للتصرف، في إشارة إلى عمليات الاضطهاد التي يتعرض لها المسيحيون. وحي الحبر الأعظم جميع أولئك الذين يتعرضون للتمييز والاضطهاد ويسقطون قتلى لأنهم يجاهرون بإيمانهم المسيحي. في اليوم الثاني من مناورات محمد رسول الله اختبرت إيران للمرة الأولى طائرة انتحارية بدون طيار قادرة على تدمير أهداف تبعد 250 كيلومترا. على هامش المناورات العسكرية الضخمة للجيش الإيراني التي دخلت يومها الثاني في مضيق هرمز تحت اسم محمد رسول الله، أعلن قائد القوات البرية الإيرانية أحمد رضا بردستان عن اختبار طائرة انتحارية من دون طيار تنقض على هدفها وتفجر نفسها فيه. الطائرة التي أطلق عليها اسم رعد قادرة على تدمير أهداف تبعد 250 كيلومترا مستخدمة قنابل أو صواريخ، ويمكن استخدامها لمهاجمة أهداف جوية وبرية، كما أنها قادرة على مهاجمة أي هدف مشبوه في حال مشاهدتها له. وأضاف بردستان أن هذه المناورات برهنت أن الجيش الإيراني يتمتع بقدرات عالية، مؤكدا أن المناورات تخللها اختبار تكتيكات متطورة وأجهزة ومعدات جديدة، وأن مسؤولي مقر خاتم الأنبياء والأركان العامة للقوات المسلحة أشرفوا على ذلك عن كثب. وتشارك في المناورات التي تستمر أسبوعا كاملا وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية الإيرانية، وتجري في المنطقة الواقعة بين شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي، وتشمل ولايات بلوشستان وسيستان على الحدود مع باكستان جنوب البلاد. هدد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لبنان وغزة وسوريا مما قال أنه رد فوري وغير مسبوق على أي هجوم يستهدف إسرائيل. هذا في وقت طعن فلسطيني 2 من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة ولاذ بالفرار. تهديدات جديدة وجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى لبنان وسوريا وغزة، معلنا أن إسرائيل سترد على أي اعتداء عليها وبشكل فوري وغير مسبوق. لن نحتمل أي اعتداء علينا من قطاع غزة ومن الجولان ولا من الحدود اللبنانية
وليس من أي مكان، ولذلك سيكون رد الجيش بقوة وفورا على محاولة التنظيمات المعادية التي نراها ترفع رأسها هذه الأيام. واستغل نتنياهو حفلة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو ليعلن أن إسرائيل تشوش بشكل ممنهج على نقل أسلحة إلى إيران ووكلائها في المنطقة. وفي القدس أعلنت قوات الاحتلال أن فلسطينيا طعن بسكين شرطيين إسرائيليين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة في البلدة القديمة حسب ما أظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا جرح في العنق وآخر في اليد، بينما نجح المهاجم في الفرار، فيما بدأت عملية بحث واسعة في القدس القديمة وسط انتشار أمني مكثف. وفي شمال قطاع غزة أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه الصيادين قبالة الشواطئ. شنت ميليشيا فجر ليبيا هجوما صاروخيا على ميناء السدرة النفطي، أكبر مرفأ في ليبيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من الصهاريج. واعتبرت الحكومة الليبية في بيان أن الهجوم يشكل تطورا خطيرا في طبيعة الصراع بليبيا، مشيرة إلى أنه يهدد الوحدة الوطنية وقد يجر البلاد إلى حرب أهلية. صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصيغة الجديدة للعقيدة العسكرية والتي تعتبر حشد القدرات العسكرية للناتو من أهم الأخطار الخارجية. كما تنص العقيدة الجديدة على أن المخاطر الداخلية الرئيسة تتمثل في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد فضلا عن أنشطة الإرهابيين. بدأت عملية تبادل مئات الأسرى بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في مينسك. الصفقة التي بدأت بتبادل مجموعة من 30 أسيرا من كل جانب تشمل 222 انفصاليا و150 أوكرانيا، ويتوقع أن تنجز بالكامل مساء اليوم. عودة إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل. وفيها السنيورة يأمل أن تعود الدولة صاحبة السلطة الحصرية في لبنان. كادت أن تدهسها فأنقذها عمود الكهرباء. نواصل تقديم هذه النشرة من صيدا. أمل رئيس كتلة المستقبل الرئيس سؤاد السنيورة أن تعود الدولة صاحبة السلطة الحصرية في لبنان، وإلا فإن الأمور ستتعثر من مستوى إلى مستوى أدنى. تفقد الرئيس فؤاد السنيورة سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع تأهيل البنية التحتية لوسط مدينة صيدا، حيث اطلع من المهندسين المشرفين على تقدم سير العمل. نحن على أعتاب عام جديد، نأمل إن شاء الله أن تتحسن الأمور ويكون ذلك بنتيجته أيضا إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ولمرجعيتها ولدورها، وهذا هو الأمر الأساس الذي يتحكم بتحسن الأوضاع الاقتصادية ليس فقط في مدينة صيدا بل في كل لبنان، لأنه ما لم تعد الدولة صاحبة السلطة الحصرية في لبنان ستبقى الأمور كما هي، تتعثر من مستوى إلى مستوى أدنى بسبب عدم وجود هذه المرجعية التي يعتمد عليها اللبنانيون جميعا من أجل استرجاع الثقة في حاضر ومستقبل الاقتصاد اللبناني. ووعد السنيورة بمتابعة هذه المشاريع آملا أن تنعكس خيرا على أهل المدينة. أشار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان إلى أن لبنان واستقراره هو في موضع اهتمام المسؤولين السعوديين. وعقب وصوله من السعودية أكد دريان أنه لمس سعيا جادا من الرئيس سعد الحريري لإنجاح الحوار مع حزب الله. سلة تطمينات حملها معه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان إلى بيروت من المملكة العربية السعودية بعد زيارة التقى فيها كبار المسؤولين، مؤكدا أنه لمس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أمن واستقرار لبنان. اللقاء مع دولة الرئيس سعد الحريري لقاء مهم ومثمر، وقد تباحثنا معه في كثير من القضايا والشؤون اللبنانية، ولمسنا منه أيضا حرصه على إنجاح الحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب الله. كما وجه دريان التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، متمنيا أن تحمل الأعياد معها الأمن والهدوء للبنان.
في السراء الكبير عرض رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كما استقبل النائب إلي كيروز والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس هيئة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي. إلى ذلك أصدر الرئيس سلام مذكرة قضت بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف والذي يصادف يوم السبت الثالث من كانون الثاني المقبل. فطور ميلادي في إقليم الخروب من تنظيم تيار المستقبل، والنائب محمد الحجار يتحدث عن الهدف من الحوار بين تيار وحزب الله. أمل النائب محمد الحجار أن تحمل السنة الجديدة الأمل بالتطور نحو الأفضل في ظل ما تشهده المنطقة من أخطار وأحداث، وقال خلال فطور ميلادي لسيدات بلدة دارية أقامتها منسقية لبنان الجنوبي في تيار المستقبل أن التيار يحاول قدر المستطاع منع تداعيات ما يحصل على الداخل اللبناني. من هنا كانت مبادرات الرئيس سعد الحريري للحوار. وذهبنا إلى حوار حاضرين أمام أعيننا الأمرين الاثنين، العنوان الأول كيف العمل لتخفيف الشحن السني الشيعي الإسلامي الذي لا يجوز أن يستمر ولا يجوز أن يكون بالأساس، وكان في عنوان ثاني حاطينه أمام عيننا كمان هو كيف العمل لتخفيف التداعيات ما يحصل في المنطقة وعدم تفاقم الأخطار مع غياب رئيس الجمهورية. لا يجوز أن يبقى لبنان بلا رئيس. وخلال الحفل كانت كلمة لمنسق عام جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل محمد الكجوك، أكد فيها على ثوابت التيار لجهة الوطنية والعيش المشترك. ولا راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر وفودا شعبية من المهنئين بالعيد في دار المطرانية، كما زاره وفد أمني من قوى الأمن الداخلي ووفد من منسقية بيروت في تيار المستقبل برئاسة المنسق العام بشير عيتاني. نقابة المهندسين تكرم موظفيها وتؤكد العمل على تنفيذ جميع المشاريع التي تطور القطاع. كرمت نقابة المهندسين في بيروت موظفيها في حفل غداء أقامته في بيت المهندس بحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب والنقيبين السابقين وأعضاء مجلس النقابة والموظفين. شهاب اقترح أن يتم الاحتفال بالموظف الاستثنائي كل عام متحدثا عن مشاريع النقابة. من مشاريعنا الأبنية الخضراء، من مشاريعنا الصيدلية الزراعية، من مشاريعنا تصور واحنا هلا صار عنا 600 وشوي بايوميديكال انجينير. يجب أن يكون هناك تشريع للبايوميديكال للصيدلية الزراعية. نحن سنعمل مع أعضاء المجلس بإذن الله على تحقيق هذه المشاريع. وفي الختام تم تكريم 3 موظفين أحيلوا إلى التقاعد. اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا سلمت أفراد عصابة السطو على صيدلية السراي في صيدا إلى مخابرات الجيش اللبناني. بعدما تمكنت القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوي من توقيف أفراد العصابة الذين نفذوا عملية السطو المسلح على صيدلية السراي في صيدا قبل أيام، سلمت اللجنة الأمنية الفلسطينية الموقوفين إلى مخابرات الجيش اللبناني في المدينة مع ما ضبط بحوزتهم من مبالغ مالية ومخدرات. عملية التسليم تمت على حاجز الجيش اللبناني عند مدخل المخيم بحضور قادة الأمن الوطني الفلسطيني. لا يمكن أن يكون هؤلاء الفارين من العدالة أو الهاربين أو السارقين أو يعبثوا بأمن المخيم وبأمن الجوار. نحن هنا سوف نحافظ على أمن الجوار وأمن المخيم. أخذنا قرار بتسليمهم إلى السلطات الأمنية اللبنانية ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمن المخيم أو أمن الجوار اللبناني. قادة الأمن الوطني الفلسطيني أكدوا استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وعدم التهاون مع من يحاول المساس بأمن المخيم والجوار. دعت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين رئيس مجلس النواب نبيه بري بسحب قانون الإيجارات الجديد. اللجنة وخلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين في لبنان أكدت أن القانون غير عادل ويلغي الحقوق في السكن والتعويضات، كما يشرد عشرات الألوف من المستأجرين القدامى. القانون محطوط بغرفة العمليات ومبنج. نحن بدنا يطلع من غرفة هاي العمليات يطلع قانون صح، قانون سليم بصحة سليمة ينصف الطرفين. ولا مرة كنا عم نقول إلا مثل ما كتبنا، بدنا قانون ينصف الطرفين.
المالك والمستأجر. هذا القانون الأسود ما بيعني لنا حاليا شيء. هذا القانون في 4 مشاريع تعديلات موجودة بلجنة الإدارة والعدل. أظهرت إحدى كاميرات المراقبة عند تقاطع إيليا بين صيدا وصور اللحظات الأولى لحادث سير مروع شهدته المدينة صبيحة الميلاد، وأوقع 9 جرحى كانوا في حافلة ركاب صغيرة اصطدمت بسيارة مرسيدس. وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرا المراقبة فتاة تجتاز التقاطع المذكور وتقف عند عمود الإشارة الضوئية قبل لحظات قليلة من وقوع الحادث واصطدام الحافلة بالعمود نفسه، حيث كانت تقف الفتاة والتي نجت بأعجوبة. وفي هذا الإطار أرقام وإحصاءات مخيفة عن حوادث السير في عام 2014 وتخوف من يأتي نيسان 2015 ويتحول قانون السير كذبة. تقرير رشا الحلبي. شارف العام 2014 على نهايته، أرقام وإحصاءات مخيفة عن حوادث السير، ما يقارب 3600 حادث سير مع سقوط 5000 جريح، فيما سيتخطى عدد ضحايا حوادث السير 700 قتيل بعد أن بلغ عام 2013 650 قتيلا، في ظل تقارير تتخوف من استمرار ارتفاع أعداد الضحايا في السنوات المقبلة. الأسماء تعددت والأسباب توزعت بين السرعة والصدم على الطرقات غير آمنة وإهمال الدولة للسلامة المرورية. الخطة لازم تنوجد أنه لازم يكون في فريق عمل متخصص يعمل على تحليل الحوادث، يوضع الخطط والسياسات، والحكومة تدعمها بقرار سياسي وبالتمويل. قانون السير الجديد هو قانون كثير متطور وعصري، بس بشرط أنه يصير في تعاون بشكل كثير كبير بين الإدارات الرسمية اللي هي معنية بتطبيق هذا القانون، بذات الوقت تأمين العديد والعتاد الكافي للقوى الأمنية. قانون السير الجديد غراماته كثير عالية وكثير قاسي، نظرا لعدد القتلى عم يشتغل على الطرقات لازم يكون عندنا قانون متشدد، يعني ما في شخص يقطع على اشاره حمراء ويكون ضبطه 35000 او 50000. من هون لا، هو منه شيء ليخوف الناس، بالعكس العالم لازم تخاف انه ما تموت على الطريق. قانون السير هو اللي يحمي الناس على الطرقات. هذا تطبيق القانون راح يبلش ب 15 نيسان 2015. الوضع السياسي من اخر 8 سنين لهلا اثر بشكل كثير سلبي على موضوع السلام المروري، ما خليه يكون اولويه. بس اليوم عدد القتلى عم يسقط نتيجه حوادث السير هو ضعفي اذا بدك عدد القتلى اللي بينتج عن الحوادث الأمنية والإرهابية والأحداث الجنائية وكل هذه الأمور. التخوف إذن من أن يأتي نيسان ويتحول قانون السير كذبة، فهل ستتحرك الأجهزة المعنية جديا في اتجاه تطبيقه؟ أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق قرارا حدد بموجبه توقيت سير الدراجات النارية في كل المحافظات اعتبارا من العام الجديد، حيث يمنع سير الدراجات النارية على مختلف أنواعها في جميع المحافظات والأقضية اعتبارا من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 5 صباحا من كل يوم، باستثناء مدينة صيدا التي يستمر المنع فيها. ويأتي هذا القرار بعيد تزايد عمليات السرقة والنشل والأعمال المخلة بالأمن في جميع المحافظات، لا سيما ضمن نطاق بيروت الكبرى من خلال الدراجات النارية. نصل الآن محمد إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع في تي بانك التابع للدولة، ثاني أكبر بنك بروسيا من حيث الأصول، حيث فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بالصيف بسبب دور موسكو بأزمة أوكرانيا. هالعقوبات أضعفت قدرة البنك وبنوك حكومية روسية أخرى على دخول أسواق رأس المال العالمية. ولكن قال وزير المالية الروسي نهار الخميس أن وزارته رح تبذل أقصى الجهود لضمان حصول في تي بانك على أموال من صندوق الثروة الوطنية بنهاية السنة. على هالأثر ارتفع سهم البنك بنسبة 5% امبارح ببورصة موسكو. ومننتقل لميزانية المملكة العربية السعودية سنة 2015 اللي عم تفترض أنه سعر النفط ممكن يبلغ 80 دولار للبرميل، علامة على الثقة بالسوق. ونقلا عن وزارة المالية، رح بيتم انفاق 860 مليار ريال سنة 2015 أو ما يعادل 230 مليار دولار، مع انخفاض الإيرادات ل 715 مليار ريال. ومننهي مع انخفاض الين نحو أدنى مستوى من 7 سنين مقابل الدولار بعد تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين باليابان للشهر الرابع وانكماج الانتاج الصناعي بشكل غير متوقع. السوق عم تترقب المزيد من التيسير النقدي، الأمر اللي عم بيؤدي لمبيع الين. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكن نهار التنين.
فقبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية ومن الأجواء الميلادية، ابتكار جديد هذا العام، شجرة طائرة يمكنها التحليق في السماء بواسطة جهاز تحكم عن بعد. الشجرة التي حلقت قرب خليج سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية صممها صاحب شركة فلاي جاي بروموشنز الأمريكية، والتي تعنى بصناعة الألعاب الإلكترونية وابتكار الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل سوبرمان وباتمان وهاري بوتر. And through the snows of wintertime, oh Christmas tree, oh Christmas tree, how steadfast are your branches. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع لارا مونيف. بونسوار. اعتباراً من مساء بكرة السبت، طقس متقلب رح يرجع يسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة وشمسية يلي موضوعها هالشهر زينة عيد الميلاد، اليوم صورتنا وصلتنا من ياسمينة ناشي. قبل ما نشوف كيف رح يكفي طقس البيك اند بلبنان، منشوف شو أخبار الطقس ببعض العواصم العربية. ورح بلش من الرباط 15 درجة، الجزائر 16، تونس كمان 16 درجة، القاهرة 21. بوصل على بغداد 18 درجة، 16 بدمشق، 15 بالقدس، 14 بعمان و21 بالمنامة، 22 بالكويت، 24 بأبوظبي، مسقط 25، وبختم مع الرياض 31 درجة. برجع لطقس لبنان، بكرة طقسنا ببلش غائم جزئيا، بيتحول بعد الظهر إلى غائم مع أمطار غزيرة خاصة بالمناطق الشمالية. على الساحل الحرارة رح تتراوح بين 10 و 22، بالجبل عم توصل أقصاها ل 13، أما بالداخل عم تتراوح بين 6 و 17. كيف عم تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية؟ بنشوفهم سوا على الخريطة، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 18، 20 بطرابلس، 17 بالكورة و5 بالأرز. بنتقل على الهرمل مع 16 درجة، 15 بالقاع، 13 ببعلبك و12 برياق. من المناطق الشمالية بوصل عجبال 20، 7 بفريا، 21 درجة بجوني وبعبدا. بيروت كمان 21 مع طقس بيتحول بعد الظهر إلى غائم مع أمطار. 16 بزحلة، 15 بشتورة، 16 بعنجر، 21 بمشغرة. جزين 20، 20 كمان برشية، 21 درجة بمرج عيون و20 ببنت جبال. بيت الدين 19 درجة، وبختم مع المناطق الجنوبية صيدا، سور وقانا 22. إذا كيف رح يكفي طقس السبت الأحد والتنين؟ بكرة مثل ما قلنا بيتحول بعد الظهر إلى غائم مع أمطار غزيرة بالمناطق الشمالية، وعندنا ثلوج اعتبارا من 1800 متر. لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 14 وال 21، انخفاض للأحد ل 19 درجة، وبتستقر لنهار التنين على 19 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الدرجة والخمس درجات. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. ختام المسائية تذكير بأبرز عناوينها. مشتاقين له، كنت ناطرته يرجع. هو الرابع عشر من آذار تحيي الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رجل الاعتدال الوزير الشهيد محمد شطح غدا. وهو أبدى أيضا سروره وتقديره الكبير لمن نهج الحوار الموجود. حزب الله في بكركي مهنئا بالأعياد، ووفد من أهالي العسكريين المختطفين في معرق. إجا الوقت تنفك أسر الأسرة وأسرنا وأسر لبنان كله سوا. نظام الأسد يغير بكثافة على الغوطة الشرقية وحلب، والمقاتلون الأكراد يواصلون تقدمهم في عين العرب. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.